بداية من فرنسا، حيث أعلنت السلطات الأمنية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، منهم 5 في حالة خطيرة في حادث إطلاق نار وقع بمقر صحيفة شارلي إبدو الساخرة في العاصمة باريس. شاهد عيان أوضح أن مسلحين دخلا المبنى ثم سمع عدوي إطلاق نار كثيف قبل أن يفر الرجلان المسلحان من المبنى. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي سيجري اجتماعا طارئا للحكومة على إثر الهجوم أدان العملية الإرهابية التي وصفها بالهمجية. هذا وأعلنت الحكومة الفرنسية رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها عقب الحادث. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي والمحلل السياسي مصطفى طوسى. أولا مرحبا بك سي مصطفى. صباح الخير حسام. يعني أولا، ما هي ملابسات هذا الحادث الذي وقع صبيحة اليوم بمقر صحيفة شارلي إبدو بباريس؟ حسام، يمكن أن نقول هذا الصباح بأن فرنسا تعيش على وقع صدمة كبيرة بسبب هذا الاعتداء الإرهابي، تذكرها بالاعتداءات الإرهابية التي عاشتها فرنسا في تسعينيات القرن الماضي. في ملابسات هذا الحادث أن 3 أشخاص مقنعين ومدججين بالسلاح دخلوا إلى قاعة تحرير الصحيفة أو المجلة الساخرة شارلي إبدو وأطلقوا النار وقتلوا حتى الساعة 12 شخصا وجرحوا 5 أو 6. وقد انتقل السيد فرانسوا أولاند إلى عين المكان ووصف هذا الاعتداء بأنه اعتداء بربري همجي. الحكومة الفرنسية دعت إلى اجتماع عاجل، وفي المعلومات أيضا أن فرانسوا أولاند سيخاطب أيضا الفرنسيين هذا المساء عبر قنوات التلفزيون لمحاولة طمأنتهم. لقد استطاع هؤلاء الإرهابيين بالفرار، ولم تستطع حتى الساعة الشرطة من إلقاء القبض على أي أحد منهم أو حتى الحصول على معلومات حول هويتهم. طيب، يعني أستاذ مصطفى، ماذا عن الظرفية الراهنة التي وقع خلال هذا الحدث، خاصة وأنه يأتي في مرحلة أمنية حساسة تهيمن على العالم بأسره؟ حسام، في حقيقة الأمر يعني حتى الساعة لا يمكن أن نحسم إذا كان هذا الاعتداء الإرهابي له فقط علاقة بنشر شارلي إبدو رسوم مسيئة للإسلام فيكون بذلك حساب قديم، أما لهذا الاعتداء الإرهابي علاقة بالظرفية الدولية التي تعيشها حاليا فرنسا، حيث نذكر بأن عدة مجموعات إرهابية سواء كانت تنشط في إفريقيا أو في الشرق الأوسط كانت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجهت تهديدات إرهابية لفرنسا. والرئيس فرانسوا أولاند اعترف أمام مجلة شارلي إبدو بأن فرنسا أجهدت مؤخرا عدة اعتداءات إرهابية. فلحد الساعة يجب أن ننتظر يعني نتائج التحقيق لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود إذا صح التعبير، هل لهذا الاعتداء علاقة برسوم سيئة المسيئة للإسلام أم له علاقة أيضا بالتهديدات الإرهابية التي أطلقتها داعش مباشرة تجاه فرنسا؟ إذن التحقيقات الجارية ربما ستكشف لنا أكثر ملابسات هذا الحادث. من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي والمحلل السياسي مصطفى طوسى، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.